السلام عليكم. سيدي انا كنت في المنزل ديالي كنزبر واحد الشجره حتى كنشوف واحد السحبه كبيره، انا جاب الله راه ربي غادي يرحمنا. ملي تاكدت كنشوف يعني الدخان داكشي بزاف كثير بزاف، حتى كنشوف الفاجعه هنايا كنشوف، قال لك سيدي الرموكه شعلت فيها العافيه، ما عارفينش لحد الان ما عارفينش شنو هو السبب، ولحد الان ما كنظن تاذى حتى شي واحد. الحمد لله الامور بخير وعلى خير. سبب العافيه هو الشاليمو، حداد جاب غادي يسودي له شي حاجه في اللود كاميو، معاك هي مصاجيه مطله مطالب، يعني بحال اللي كنقولوا لهم حنايا مطالب، مصاجيه مطالب سخونيه من تحت، صافي سخونيه توشات يعني من توشات من تحت ديال الكاميو سخنات شبرت في المطله. جا واحد الدار اللي معاه معايا كيتقاتل باغي يقطع ديك الباشيه زعما باش تعود ديك العافيه غلبات عليه. ديما كيستاسيونيو هنا عندنا في الحي وكيكثروا كل مره كيتزاد كل مره كيتزاد داك الشيء، والحي ما مدارش باش يكون فيه هاد الشاحنات لي بوالور، وحنا قدمنا الشكايات، قدمنا بزاف ديال الشكايات. لما قدمتوا الشكايات؟ قدمنا الشكايات اسيدي عندك القياده، كاين اللي في سميتو عند العمده فهمتي، وماشي مره ماشي جوج، قدمنا شكايات كثيره لكن ما باقي لحد الان ما كاين حتى شي جواب، ما توصلنا حتى لشي جواب. شنو المشكل اللي كيسبب لكم هذا؟ شوف انت عندك بعدا اولا كيضيقوا الطريق، يعني كيضيقوا الطريق، والشي ملي كتشوف داك الطريق راهيه ملي كيكونوا غاديين السيارات راه ما كيمكنلكش تشوف، يعني حتى الرؤيه كتضيق عليك، يعني يمكن تلاقى سياره مع سياره. دابا واحد نستاسيوني هنايا، واحد نستاسيوني من الاخر ما كيبقى والو، يعني جوج سيارات ديال لو سونس انفيرس، لو سونس انفيرس باش يجي راه ما كاين شيء، وكاين العساس ديالهم، يعني مادام كاين العساس اذا هاد البلاصه هادي اتخذت كانه مرفأ ديالهم باش يحطوا المكان خاص ديالهم، ما كانوا بحال ولا مكان خاص ديالهم اللي كنشوفوا انا غير قانوني بعدا. ودابا هذا غير مثال الحمد لله منين طرا هادشي باش عباد الله حتى المسؤولين يردوا البال وياخذوا بعين الاعتبار بحال هاد المشاكل اللي كيوقعوا، يقدر يوقع مشاكل اخرى غير متوقعه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.